تخيلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر بعدما انتقل ترك أبا بكر في الخلافة وتوصية الخلافة، أتخيلوا أن الأمة كلها بعده وبعده ثم جاءت هذه الأمة تواجه العدو، فهي تقسمت إلى سرايا، كل مرة تمشي سرية قطعة، والهدف له هو هزيمة العدو، إرهابه وتخويفه. إحنا تو عدة فرق تو إسلامية، السلفية بأنواعها أربعة ولا خمسة، جهادية، تكفيرية، علمية، في علم كل شيء، صوفية، فرقة صوفية بما فيها شاذلية ولا رحبانية ولا كلها، الأخرى حزب تحرير، إيش اسمها، أباضية، خوارج، إخوان. شوف هذه كلها سرايا تحمل راية لا إله إلا الله التي رفعها الشخص اللي في الجامعة، ولو أنه أنكرها هبطت عليها، هبطوا عليهم البيضة كالذئاب، يبدأوا يقاوموا فينا. لكن العملة هذيك هي أصل، هذيك هي الراية تجمعنا كل عند مهز هذاك لا إله إلا الله، أي ينادي التف حولها، ولكن لم يجد من يلتف حولها، خافت كلها تقولش عليها في النيول، أفعى عزة البعيدة باش تتفرج. لكن جينا نشوفوا نلقاو طيار جرف خارج من برا، هذا بدات وسائل الاعلام تبث في السموم عشان يسمع ضدك اللي خان به، وتفزعت السلفيه جديده، وتكرم في انثى البعيده متبرجه هزت بعض الحاجات كما نقولوا احنا، العلامات التي لا تنبئ بشيء ولا تفيد شيء، نجمة وهلال وكراف تقوم معناتها رسوم، بينما كتابة لا إله إلا الله عندما يقرأها يلفظ بها لفظا، فاللفظ وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تصعد السماء عندما يخطر يقول لا إله إلا الله، تصعد إلى السماء والنجمة والهلال وانت تصعد تمشي بين استغفر الله عليه. لا علينا، هذه شوف مليح، لكن هذا ليش فيه جهل، تعيش فيه جهل، أمة جهل، تشوف تلقى أمة جهل، كله خلي الأهل نتاعك. هم تفكر قال صلى الله عليه وسلم، قالوا أن في المعاهدة بين قريش وبين سهيل بن عمرو، قالوا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا الرحمن الا الرحمن اليمن، سيدنا عمر، سيدنا علي ما حبش، أرينيها يا علي، فمحها أخت عاد، اعملوا بما حمل به الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا من السنة أو غير السنة؟ صح، هيك تحفظ، هيك تعرف الواقع. لو هذا شو قلنا احنا بالنسبة للسرايات؟ احنا تو السرية الأولى، احنا تو عدة سرايا، السرية الأولى التي قدمناها كل جيش مصطفى، وكل سرية عليها راية لا إله إلا الله ورسول الله، وأعطينا الراية الكبرى باش يتقدم لقتل العدو. للنهضة. صح. تقدم. تخرج. يعني للمواجهة، ما نقولوش المقاتلة. للمواجهة. صحيح. ليس المقاتلة. كينا نحن كسند مش دخل، بعد كل ما تتقدم خطوة تتوقف الحكم اللي ونحن وراها، حتى نقلل من الداخل ونحقق التمكين. صحيح. كي نتمكنوا لهناك تتمكن تونس وتشد الدول الإسلامية تتقدم، ننتقل للجزائر، ثم هكذا نعيد الأمة الإسلامية شيء بشيء، قطعة في قطعة. أما أنا مش نقعد برا وأنت كافر، أنت بيك يا ولدي تكرم، احسبوا ابو نعيم اللي في غزة الاحزاب، قالوا خذل عني القوم، خذل عني ما استطاع، قالوا سأنا الملك، قالوا نل، سبني، صحيح، يزرع واحد يسب محمد تو يزرع، قالوا سبني، نل مني، نل، وخذل عني القوم، وخذل مش اليهود ما يعرفوش، وان في رسول الله اسمه حسنه فلنقتل بها فيه. بارك الله فيكم، هذا الحج الذي دارت تقف فيه باللحظة.